وهذا هذا كتاب سلمك الله ايضا له اراد ان يذكر فيه خلاصه تجربته لتدريس هذه الماده لطلاب الكليات اللغه العربيه فاراد ان يكتب لهم كتابا مختصرا في النحو فسماه الخلاصه في النحو وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور هاني الفرنواني وفقه الله فكتب هذا الكتاب فأكان يأتي إلى القواع بأسلوب لطيف وجميل ويحرص على التمثيل والاستشهاد وبالذات القرآن ولا يتعدى إلا نادرا لأنه هو الأصالة في ذلك وإذا انتهى يذكر الشواهد النحوية من ألفية بن مالك ونحو ذلك أو معنى صح يذكر أبيات بن ألفية بن مالك وهو قد رتب كتابه على ما رتبه بن مالك في الألفية الكتاب كامل بهذه الطريقة والحقيقة يشكرون أخواننا في دار مكتبة المتنبي في هذا الإصدار الجميل هذا باب التمييز لاحظ يأتي لك بال على الطريقة التعليمية المعروفة تفقير الكلام ذكر الشواهد وجه الدلالة ثم يذكر لك بعد ذلك الأمثلة ونحو ذلك ثم يذكر لك شواهدها من الألفية الكتاب مطبوع في مجلد من اصدارات مكتبه المتنبي